برأيك يلي عم بيصير اليوم داخل فلسطين هو تغيير في وجه الصراع العربي الإسرائيلي ونقطة تحول أساسية؟ بداية اسمح لي أتوجه بتحية تقدير واحترام وإكبار إلى الشعب الفلسطيني البطل الصامت الصابر، وإلى المرابطين والمقاومين الأبطال الذين سطروا ملاحم أسطورية قل نظيرة بالتاريخ الحديث. واسمح لي كمان وجه تحية من هنا من لبنان من حزب كمال جنبلاط الذي تعيش القضية الفلسطينية في ضميره ووجدانه وعقله وفكره ومسيرته النضالية، ويأتي هذا البيان انطلاقا من هذه الخلفية التاريخية. صحيح يعني بعد 30 عام من محاولات التسوية للقضية الفلسطينية باءت كل المحاولات بالفشل، وهو العدو يزداد غطرسة ويزداد قهرا وإذلالا وتدنيسا للمقدسات وللشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يفهم هذا العدو المتغطرس إلا بهذه اللغة. فمن هنا كانت الصفعة قوية بالأمس، وبالأمس كشف المقاوم الفلسطيني الكذبة الكبيرة الجيش الذي لا يقهر، وأسقط هذه الهيبة عن هذا الجيش، فتحية لهم في هذه المواجهة البطولية. يأتي بيان الحزب انطلاقا من هذه الخلفية ومن هذه القراءة، ولابد من إعادة النظر بطرق المواجهة السياسية وغير السياسية في مقارعة هذا العدو الذي لا يفهم إلا بهذه اللغة. طيب يعني لما بتقول أنه وقف الرهان على ما يسمى بحل الدولتين وعلى قدرة السلطة الفلسطينية على تحصيل حقوق الفلسطينيين، يعني برأيك ما حدث أو هذا يعتبر بمثابة دعوة لحماس لأن تمسك بزمام السلطة الفلسطينية؟ يعني منذ أوسلو، هيدا المقصود برأيك؟ منذ أوسلو حتى اليوم التي قامت على مبدأ تطبيق القرارات الدولية والأرض مقابل السلام، مراوغة ومماطلة ولعب وتدنيس وغطرسة وبطش، ولم يتغير شيء. ما زالت العقلية هي ذاتها، الاستيطان والتهجير هما العنوانان الأساسيان لهذا الكيان. وبالتالي في أجيال عم تطلع، واليوم اللي عم بيصير ما ننسى بعد 50 عام في ذكرى العبور الأول، ها هو العبور الثاني الذي هز وأسقط الخطوط الحمر وفعل فعله داخل 48. هذا العدو لا يفهم إلا بهذه الطريقة. لهذا السبب الدعوة إلى أول شيء تماسك الفلسطيني الفلسطيني، توحيد النظرة والرؤية، وتوحيد طرق المواجهة. وبعدها الأمور تبقى قابلة للتسوية. ما ننسى أنه في 6000 أسير فلسطيني، ما ننسى أنه محاولة تهويد القدس، ما ننسى أنه عم يفوتوا يدنسوا المحرمات، ما ننسى أنه فاتوا على 6000 أسير معهم وزير الأمن الإسرائيلي وحصل تعدي على السجناء. ما ننسى ماذا حصل بالسيدات الفلسطينيات عندما قهرنا في شوارع فلسطين. فاليوم لابد من معادلة جديدة تفرض واقعا جديدا يخضع فيها هذا العدو المتغطرس، ولابد من إعادة واستعادة الحقوق، ولا تتم استعادة الحقوق إلا بمقدار نفس القوة.